ضل معانا كمان تسعة منهم. تعوا شباب خلينا نشوف هون الأقنعة وين راحت. هاي الأقنعة شوف شباب، هاي الأول وهذا الثاني وهذا يا ويلي شوف 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 هذا يا ويلي ما أحلاه، يا ويلي ما أحلاه، يا ويلي شوفوا هذا. حبايب قلبي شلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم درعاوي ورجعت لكم اليوم فيديو جديد، فيديو خارق حارق متفجر من العيار الثقيل. قبل ما نبلش الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما ابلش وقبل ما ندخل وقبل ما نحكي اي شيء، مشكورين حبايب قلبي كل الشكر وكل الحب على 300,000. الله يسعدكم، منورين ابو 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 القناة، الله يسعدكم حبايب قلبي. طبعا مثل ما انتم شايفين انا اليوم بفري فاير ماكس، حبيت اجرب معاكم فري فاير ماكس، نفوت نشوف شو في احداث، نشوف شو في جديد باللعبة فري فاير ماكس. يا شباب انا من الناس المنتظرة ان شاء الله يا ربي اقرب وقت بتنزل وبتصير عندنا بسيرفر الشرق الاوسط. طبعا مو متوفر ابدا بسيرفر الشرق الاوسط، انا عندي حساب من بيشا، اكيد اغلبكم يعرف بيشا، حساب فيتنامي. حبيت ادخل اليوم، دخلت عليه شفت شغلات كثير اسطوريه، وتم ندخل بنحرقها مع بعض. شباب مثل ما انتم شايفين اول شيء هذا اللبس الاسطوري كثير 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 نازل بعرض توب اب، لازم تشحن لحتى تقدر تحصل على السكن. طبعا صوت اللعبه كثير عالي بس المؤثرات. ثاني شيء شباب مثل ما انتم شايفين اقنعت الوجه، انا اكثر شيء جذبني لانه اصور هي اقنعت الوجه. شباب اقنعت الوجه كثير كثير اسطوريه، هسه حنشوفها مع بعض. شيء اسطوري كثير كثير كثير. ما بعرف اذا صوت اللعبه عالي، خلينا نوص بس صوت اللعبه شوي، اتوقع عالي صوت اللعبه، والله عالي عالي كثير، كمان بنوص من الموبايل كثير عالي صوت اللعبه. تمام، صفر جواهر صفر كل شيء، حاليا رح نشحن جواهر رح نساوي كل شيء، لكن خلينا اول شيء نتعرف نشوف شو الاحداث، شوفي شو صاير. طيب هذا الصندوق شو؟ لا هاي هون عندنا يعني هذول، والله هاي الشخصيات ما بدنا، بدنا هون شباب نحن رح نحرق ابو هذول. شوف 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 هذا ما احلاه، شوفوا هون يا ويلي 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 ويلي، شوفوا هون هاي هيك نص وجه جاي. تمام شباب شوفوا هون هاي افعى على الوجه، في شيء هذا هيك مثل الكريمينال بتحسه، في شغله لحظه وين راحت؟ مثل الكريمينال، شوف 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 هاي يا ويلي يا شباب، اقسم بالله هذول اللي على الوجه شيء اسطوريات. شوفوا هون هون كل واحدة لها علم، شوف كانه وضع علم ارجنتين هو مثل علم برازيل. شوفوا 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 والله شباب شيء اسطوري، اقسم بالله شباب شيء اسطوري، يعني شو شيء بجنن. رح نحرق كل شيء مع بعض شباب، رح اشحن جواهر على الحساب ورح ندخل نجرب نلعب ونساوي كل شيء، في كثير احداث نازله وكثير شغلات، خليكم معي بشحن جواهر وبرجع لكم. اوكي شباب لكن قبل ما نبلش الفيديو طالب منكم طلب، اول مره بطلب منكم هيك طلب، يعني طلب مبلح فيكم عليه. شباب صديقي ريزان مثل ما انتم شايفين وليكم معي بالسكواد، هو صديقي كثير مقرب مني، سوى قناه جديده وبده يبلش باليوتيوب بدايه جديده، بتمنى منكم ما تقصروا معه ابدا بالدعم، رح اترك لكم رابط قناته بالوصف. هو ان شاء الله رح يساوي لكم مسابقه على 5 فاير باسات مثل ما حكى لي بالقناه، ورح يكون في شيء اسطوري كمان عنده بالقناه، بتمنى ما حدا يقصر معه بالدعم ابدا 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 حبايب قلبي. وخلينا نرجع للفيديو تبعنا، اي لاف يو، الله يسعدكم. اوكي شباب هيك مثل ما شايفين، طبعا شحنت 2600 جوهرة، كثير تعذبت صراحة، كنت اشحن اكثر لكن تعذبت كثير حتى شحنت مدري شلون شو اسمه الحساب فيتنامي وما بينشحن عليه على الاي دي، وبطاقتي حطيتها ما شحنت، المهم فت بألف حيط. اخر شيء قدرت ادبر 2600 جوهرة، مدري شلون دبر والله ما بعرف، المهم شحنت فيه 2600 جوهرة. خلينا بداية، لا 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 خلينا نيجي لهون شباب. وين راحت؟ ندخل على الاحداث، خلينا اول شيء نستلم. ويلي 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 شباب شوف 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 اقسم بالله العظيم شباب شيء اسطوري، خلينا ناخذ لايف سكرين شوت، والله شباب شيء اسطوري اسطوري اسطوري. طيب حصلنا هذول، خلينا نلبسهم كمان، والله شو بدي اقول لكم، ان شاء الله ينزل باقرب وقت عنا بالسيرفر، والله هذا اللبس اسطوري اسطوري، برجع اقول لكم اسطوري كثير كثير. طيب شباب بدنا ندخل لهون، ندخل لهون ونشتري الباكج حقه 49 جوهرة. طيب خلينا نشوف ماكس، في عندنا بطاقات، ما عندنا بطاقات، طيب خلينا نشتري هون اول شيء 10. طيب تمام، خلينا شو هذا تمام، تعال نشتري، ما بدنا نشوف، بنفتح هسه بعد شوي مع بعض. طيب خلينا كمان نشتري 10 ثانيات، وهي 10 كمان، اوكي، وكمان خلينا نشتري كمان 10، اتوقع هيك لحظة، هذا شو هون
بابا يا ثلج كاسا دي بابا اللي يا شباب يا ويلي 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 انت بدك تنزل عنا اوبا تعالوا والله هذا لازم بدنا نجربه بلكي نربح فيه جواهر كم حقه 10 جواهر تعال مكس يا حبيبي مكس اعطيني هاي 100 تعال وهاي كمان مكس مره ثانيه شباب خلينا نحرق شو اسمه طيب شوفي 15 جوهرة شباب والله العظيم وين راح ليكو شباب ماكس تعال 150 والله يا دور شباب يا ويلي راس الغزال شو نادر 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 شباب اقسم بالله نادر كثير 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 طيب شو كمان في عنا راس الخرية تعال راس الخرية هاي عشرة بلكي يعطونا راس الخرية يا رب يعطونا راس الخرية يا رب راس الخرية اسطوري طيب شو قلنا كمان شو بدنا نجيب طيب خلينا نفتح اول شيء بضل معنا 800 جوهرة ما بدنا نخلص الجوهر شباب ولي اذا بخلص المصيبة طيب خلينا نفتح الصناديق طيب اول شيء تبع الجواهر يا رب يعطونا 1000 جوهرة يا رب بسم الله طيب اعطيه مكس يا حبيبي روح جوهرتين بجوهرة الله لا يوفقكم ضحك نصبوا علينا وين ما يروح منصوب علي طيب خلينا نبلش هون يا رب صندوق بسم الله اللحية ما بدي لحية بدي الراس يا رب 3 أيام بدنا الراس لا الراس أرجوكم طيب هاي مرة ثانية طيب تعال أقول لك هيك 5-6 يا رب لك حظ الجولد طيب هاي كمان 1 كمان بليز أرجوك طيب هاي مكس لنشوف يا رب الحظ يكون أسطوري والله الحظ خايس صراحة كثير إذا هون الحظ خايس شلون بيكون بهذول بيكون الحظ خايس أكثر طيب تعالوا خلينا نعمل هيك 11 صندوق ما أعطونا شيء والله ما أعطونا أي شيء طيب خلينا نجي لهون هون ما معاهم أي شيء هون أكيد نحصل شيء دائم يا رب يلا خلينا نفتح صندوق أوبا أول شيء حصلنا هذا أسطوري تمام حلو حصلنا هذا كمان والله تعال ناخذها سكرين شوت شباب سكرين شوت أسطورية لأني بدي الوجه مثل شو اسمه مثل وهاي كمان هاي والله هاي أسطورية شباب تمام خلينا نشوف كمان يا رب هاي كمان أسطورية كله بدي أخذ لنا هذول سكرينات أنا لا ما رح أخذ سكرين غير حلو هاي هي اللي بدي أخذها سكرين يا ويلي محلاها تمام خلص هيك أتوقع حصلنا على كل شيء خلينا نفتح هيك شو لا يوجد توكنز بيكم بسم الله تمام خلص هيك نفتح لوحدة معناتها اوكي اوه الله شباب ظل اخر واحد خلص هيك حصلناهم كلياتهم بتوقع 9 ظل معانا كمان 9 منهم تعالوا شباب خلينا نشوف هون الاقنعة وين راحت هاي الاقنعة شوف شباب هاي الاول وهذا الثاني وهذا يا ويلي شوف هذا يا ويلي ما احلاه شوفوا هذا يا الله شوف والله شباب شيء اسطوري هذا الحدث انت بده ينزل عنا بس اكيد عنا ما اتوقع ينزلوا ما بعرف بس والله يعني حدث بجنن هذا الحدث اسطوري طيب خلينا نفوت نشوف هون الشوت جان يا رب بيكون الحظ حلو ونقدر نحصل الشوت جان بالشو هيك والله يعني ما راح افهم عليها انسحب من الموضوع كله بنسحب خلص بطلت هذا ما بدنا نشوف شو في احداث غيرها بنسحب من الموضوع كلياته طيب خلينا ندخل هون احداث وين راحت احداث تعال هون خلينا ندخل هون تمام متجر تخفيضات هذا مبين عليه اسطوري احنا ناخذ هاي تمام وهذا السكن يا شباب يا ويلي بس ينزل بسيرفر الشرق الاوسط اقسم بالله من افخم 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 السكنات وخلينا نشوف هيك كم صار 300 تمام اعطينا والله شيء اسطوري تمام طيب نبدل نعمل لفه طيب سياره لا كده كفايه هيك كم بده يطلع حق هنا 190 جوهره يا ويلي شباب هاي السيارة ب 190 جوهرة تعالي يا ويلي هذا متجر الرعب هذا هو يا رب ترجع تنزل عنا هاي السيارة فقط كانت بالكيوب ماجيك طيب هو ما بدنا اي شيء خلص شباب بدنا نفوت بدي صراحة بدي اجرب جيم يكون الجيم بس ما بدي برمودا بدنا نحط وين برازيل
برازيل. ما عندهم برازيل؟ لا. ليش؟ حرام والله حرام. ليش ما في برازيل؟ طيب خلينا نلعب جيم سولو. نجرب جيم سولو مع بعض. اوكي شباب، هاي شوفوا 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 مدير الطيارة عند بالفري فاير ماكس، ما احلاها يا ويلي ويلي ويلي، والله بتجنن بتجنن مدير الطيارة. طيب البنك 335 انفتحت خريطة، ليكو وين اجت خريطتي اخر الدنيا. طيب نحن ما بهمنا، ما بدنا نشوف الخريطة، بدنا نشوف اذا في شيء تغيير، في شيء نفسها النزلة ما اختلفت شيء، يعني نفس عنا، بس بدنا نشوف تحت التضاريس ما تغير شيء ولا كله نفس. معي بوتات 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 بوتات، تعالوا 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 تعالوا، يعني بضرب ما في صناديق، فكرت حالي انزل على صندوق، ما في لا صندوق ولا شيء، ما في اي شيء متغير. والله البنج مرتفع كثير كثير، ولا بقدر اشيل شيء اصلا. نحاول نجيب لقطة ريوك. شباب اعدادات غير اعدادات موبايلي، ماني عارفان انا شو بدي اسوي. اسمعوا اسمعوا صوت الاطلاق بالفرد بالفرد. ابلع يا نوب، ابلع ابلع يا نوب. لا 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 لا، استنى فاتين صور يا حبيبي ارجوك. ما بيموت ما بيموت ما بيموت، اقسم بالله ما بيموت. لا موت يا خرع. البنج البنج شباب، والله البنج، شوفوا شوف البنج قديش بنق عالي، والله العظيم بنق عالي، ما في شيء متغير كله نفس الشيء. بدي حدا يقتلني خلص، خيام موت بس. وينهم؟ هيتشوت 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 هيتشوت، صوت السلاح ما في، كله كله ما في شيء متغير. تعال تعال، كتني النوب، كتني بوت، والله كتني. لا هذا منزل اللعبة هسه جديد، خلص هيك مليح 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 انه كتني، والله مليح انه كتني، لانه ما لقيت اي شيء متغير. طيب خلينا نخرج ونشوف ايش فيه. طيب هالجيم الاسطوري كان، والله كتلت نوبين كتلت نوبين شباب نوبين كتلت. طيب خلينا نشوف هون اللي جبناها، شو جبناها هون الباقات شباب. مثل ما شايفين هاي باقة البنت، والله شيء اسطوري. طيب وهون معنا، ما بدنا هون شو بدنا فيهن. طيب وين بدنا ندخل؟ وين 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 وين؟ هون قلنا هذا الراس، يا ويلي محلاه يا شباب، اقسم بالله شيء اسطوري هذا الراس. طيب وهذا الشورت شوفوا كمان مثل ما انتم شايفين. طيب وين بدنا نفوت؟ نفوت على الاسلحه، شو جبنا ما جبنا؟ لا احنا هون بدنا نشوف فوت المجموعات. طيب وين راحت هاي السياره؟ والله هاي السياره من السيارات الاسطوريه. هذا تمام شباب، هذا الشيء اللي قدرت احصله بقلب السيرفر. اوكي شباب خلص هيك بتوقع بنكون وصلنا نهاية الفيديو. حبايب قلبي اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لنا لايك والاشتراك، الله يسعدكم. واذا حابيني مره ثانيه ارجع ادخل على فري فاير ماكس ونشوف شو فيها احداث وشو فيها شغلات نحرق ابوها كمان، خبروني بالتعليقات. فري فاير ماكس شباب من اللعب الاسطوريه جدا جدا جدا، ان شاء الله باقرب وقت بتنزل عندنا بسيرفر مينا ونصير نقدر نلعب فري فاير ماكس، لانه عن جد شوفوا شباب لحاله، شوف 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 شوفوا هون هذا الشيء لحاله شيء اسطوري، تقدر تميل الشاشه يمين ويسار، والله شيء اسطوري 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 شباب. حبايب قلبي لا تنسوا قناه صديقي بصندوق الوصف، ولا تنسوا كمان رح تلاقوا بصندوق الوصف رابط النونو لايف. انا حاليا كمان رح اكون بث مباشر، رح انشر الفيديو افتح بث مباشر. انا بانتظاركم حبايب قلبي، وجود باي، نلتقي في فيديو جديد، الى اللقاء.